مرحبا. كل الدنيا كانت عتمة من زمان، كانت العالم تعتمد على ضوء الشمس، وبالليل كانوا يستعملوا النار لتجسدت بعدين بالشمع، لحد ما اجا توماس اديسون من سنين كتير قديمة وعمل تجربته الفيزيائية عن المصباح الكهربائي. هذا المصباح صار يعطي ضوء عبر وجود فرق بين الإلكترونات والبروتونات على مستوى الذرة، وهيك بيصير صفات جديدة للمادة بتضلها لوقت معين بتوليد الكهرباء.